بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وتوفيقا وسدادا ورشادا يا رب العالمين. الكسوف لغة هو التغير، يقال كسفت الشمس تكسف كسوفا إذا ذهب ضوءها واسودت، وكسف القمر إذا ذهب نوره وتغير إلى السواد، كما ذكره ابن سيدي في المخصص وابن منظور في لسان العرب. وقيل الكسوف في أوله والخسوف في آخره، وقيل الكسوف ذهاب النور بالكلية، والخسوف إذا ذهب بعضها، وقيل الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وقيل هما بمعنى واحد، كذا ذكره ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام، وأيضا تاجر عروش وفي مواهب الجليل وكشاف القناع وغيرهم. وصلاة الكسوف شرعا هي صلاة تؤدى بكيفية مخصوصة عند ظلمة أحد النيرين، أعني الشمس والقمر. وحكمها أيها الفضلاء الكرام، حكم صلاة الكسوف هي سنة مؤكدة، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وحكي الإجماع على ذلك كما نقله الإمام النووي في المجموع شرح المهذب، وابن دقيق العيد في إحكام الأحكام، والبهوتي في كشاف القناع، والحافظ ابن حجر في فتح الباري. وأما في خسوف القمر فهي سنة مؤكدة عند الشافعية والحنابلة وقول للمالكية، كما نقله الخرشي في شرح مختصر خليل، واختاره الشيخ ابن باز رحمة الله على الجميع، أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة إذا كسفت الشمس أو القمر. شرع المسلمين أن يصلوا صلاة الكسوف وقد بيانها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحكي الإجماع على ذلك كما نقله النووي في المجموع شرح المهذب. وتصلى جماعة، وتصلى جماعة وتسن، وهذه سنة، تسن صلاة كسوف الشمس جماعة، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، وحكي الإجماع على ذلك كما نقله ابن عبد البر في التمهيد، وابن رشد كما في بداية المجتهد. وما حكمها إذا صليت فرادى؟ تجوز صلاة كسوف الشمس فرادى، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. وحكم صلاتها للنساء، يجوز ويستحب للنساء يصلين صلاة الكسوف، وذلك باتفاق المذاهب الأربعة أيضا، وذلك باتفاق المذاهب الأربعة أيضا. وهل تكرر إذا صلينا مثلا ولم تنجلي الشمس؟ هل تكرر إذا انقضت صلاة الكسوف ولم تنجلي الشمس؟ فلا يشرع تكرارها، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. وهل تقضى إذا فات وقتها؟ الصواب أن صلاة الكسوف من الصلوات ذوات السبب التي لا تقضى إذا فاتت، التي لا تقضى إذا فاتت. ووقت صلاة الكسوف يبدأ من وقت ظهور الكسوف، ولا يترتب على إخبار الفلكيين بوقت حدوث الكسوف أو الخسوف حكم شرعي، ولا تصلى هذه الصلاة حتى يرى الكسوف أو الخسوف. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقاله الشيخ بن باز، وقاله الشيخ بن عثيمين، وفتاوى اللجنة الدائمة رحمة الله على الجميع. وزاد أيضا أنها ترى بالعين المجردة، أنها ترى بالعين المجردة ولا ترى بهذه الأجهزة ولا بالحساب الفلكي، ولا بالحساب الفلكي، كما نقل الشيخ بن عثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع، وينتهي بزواله. وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو رواية عند المالكية نقلها الدسوقي في حاشيته، نقلها الدسوقي في حاشيته. وتصلى في أوقات النهي، وتصلى في أوقات النهي، والمسألة فيها قولان،
اختلف العلماء في ذلك، قالوا تشرع صلاة الكسوف في كل وقت ولو في أوقات النهي، وهذا مذهب الشافعية وقول للمالكية ورواية عند أحمد، واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين، لأن صلاة الكسوف تفوت كما نقله الهيتمي بالتالي المثنى في تحفة المحتاج، والأدلة الواردة في جواز صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي القول الثاني لا تصلى صلاة الكسوف في وقت النهي، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، والصواب هو القول الأول أنها تجوز حتى في أوقات النهي كما قلنا، وهو مذهب الشافعية وقول للمالكية ورواية عندنا أحد، اختار شيخ الإسلام وابن باز بن عثيمين رحمة الله على الجميع. ويبدأ بوقت ظهور الآية وينتهي بانتهاء الكسوف أو الخسوف أثناء الصلاة، فإنه يتمها خفيفة على صفتها، وهذا مذهب الشافعية والحنابل، وبه قال أصبغ من المالكية، واختاره شيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع في مجموع فتاوى ومكان صلاة الكسوف أو الخسوف أن تصلى في المسجد، وهذا باتفاق المذاهب وحكي عليه الإجماع كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية، وأيضا قال ابن الهمام وأجمعوا على أن تصلى بجماعة وفي المسجد الجامع أو مصلى العيد، انتهى من فتح القدير ولا يشرع لصلاة الكسوف أذان ولا إقامة، وهذا عليه الإجماع أن صلاة الكسوف لا أذان لها ولا إقامة، كما قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري، وابن عبد البر في الاستذكار، وابن حزم في المحلى، والنووي في المجموع، وابن دقيق العيد في إحكام الأحكام، أن النبي صلاها بغير أذان ولا إقامة، وأن الأذان والإقامة من خصائص الفرض، وصلاة الكسوف ليست فرضا، كذا قاله الخراشي في شرح مختصر خليل، وأنها من غير الصلوات الخمس، فأشبهت سائر النوافل كما قال ابن قدامة في المغني، وينادى لها الصلاة جامعة، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، واستحسنه بعض المالكية كما نقله النفراوي في الفواكه الدواني والخراشي في شرح مختصر خليل، وحكي الإجماع على ذلك كما نقله ابن بطال في شرحه على صحيح الإمام البخاري، كما في الصحيحين من حديث عائشة أن الشمس كسفت الشمس على عهد رسول الله، فأمر رجل أن ينادي الصلاة جامعة، وأيضا صح ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو، نودي في صلاة الكسوف بالصلاة جامعة، وصفتها ركعتان، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان، كذا قاله ابن بطال، أجمع العلماء أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركوع الأول في صلاة الكسوف أقصر من القيام ومن الركوع الأول، لقوله في الحديث دون القيام الأول ودون الركوع الأول، وكذا ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري. قلنا ركعتان، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان، وقالت اللجنة الدائمة في فتاواها وصفة هذه الصلاة أن يحرم، يعني يقول الله أكبر ويقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع ثم يرفع من ركوعه، ويقرأ الفاتحة مرة ثانية وسورة دون القراءة الأولى ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع من الركوع ثم يسجد سجدتين ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيفعل مثل ما فعله في الركعة الأولى، لكن تكون الركعة الثانية دون الركعة الأولى في الطول، ثم يتشهد ويسلم، انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. ويجهر فيها بالتلاوة، وهذا مذهب الحنابلة والظاهرية وقول أبي يوسف، ورواية عن محمد الحسن الشيباني من الحنفية، وقول للمالكية وهو قول طائفة من السلف رحمة الله على الجميع، علي بن أبي طالب، وفعل ذلك عبد الله بن يزيد بحضرة البراء بن عازب وزيد بن أرقم، وبه قال أحمد وإسحاق
وقال ابن قدامة: وأما الجهر فقد روي عن علي وفعله عابد الله بن زيد وبحضرته البراء بن عازم وزيد بن أرقم به، قال أبو يوسف وإسحاق وابن المنذر. وقال النووي رحمه الله: قال الخطابي الذي يجيء على مذهب الشافعي أنه يجهر في كسوف الشمس، كذا نقله الرافعي عن الخطابي ولم أره في كتاب الخطابي، انتهى من المجموع للإمام النووي رحمة الله عليه. واختاره ابن خزيمة كما نقله الشوكاني في نيل الأوطار، وابن المنذر كما نقله في الإشراف، وابن العربي كما نقله في عرض الأحوذي والشوكاني في نيل الأوطار، وابن عثيمين في الشرح الممتع، وابن باز في فتاوى نور على الدرب، رحمة الله على الجميع. وصلاة خسوف القمر صلاة جهرية، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وحكي الإجماع على ذلك ما نقله الشرواني والعبادي في تحفة المحتاج مع حواشيهما. وبعد الانتهاء من الصلاة قالوا: لا تشرع الخطبة لصلاة الكسوف، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، هذا هو القول الأول. والقول الثاني: تشرع الخطبة لصلاة الكسوف، هذا مذهب الشافعية وقول للحنفية، ورواية عن أحمد وهو قول جمهور السلف، وهو قول جمهور السلف، وهي صفتها أنها خطبتان، وهذا مذهب الشافعي وبه قال السلف، وذلك قياسا على خطبتي الجمعة. والقول الثاني أن المشروع خطبة واحدة، هو قول الحنابلة، واختاره ابن عثيمين، وذلك لأن الظاهر من حديث أنه لم يخطب إلا خطبة واحدة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويستحب عند حدوث الكسوف ذكر الله والدعاء والاستغفار والصدق والتقرب الله تعالى بما يستطاع من القرب، نص عليه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وحكي الإجماع على ذلك كما نقله الشرنبلالي في حاشيته على درر الحكام، وكما نقله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى لما دلت عليه أحاديث أبي موسى الأشعري وأسماء وعائشة رضي الله عن الصحابة أجمعين في الصحيحين وفي البخاري، رحمة الله على الجميع. وإذا اجتمعت صلاة الكسوف مع صلاة فرض ولو صلاة جمعة قدم الفرض إن خيف خروج وقته، وهذا باتفاق المذاهب، لأن فعل الفرض حتم فكان أهم، وأن الوقت متعين للفرض والسنة لا تعارض فرضا، وأن صلاة الكسوف تطول وقد يفوت وقت الفريضة. يترتب على ذلك مسألة: إذا اجتمع الكسوف مع الفرض مع عدم خوف فوت الفرض، إذا اجتمع الكسوف مع الفرض ولم يخف فوت الفرض فإنه يقدم الكسوف، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، وذلك لخوف فوت زمن صلاة الكسوف بالانجلاء، نقله الهيتمي في تحفة المحتاج والشرواني والعبادي في حواشيهما عليها. الأمر الثالث: اجتماع الخسوف مع الوتر، إذا اجتمع الخسوف مع الوتر قدمت صلاة الخسوف وإن خيف فوات الوتر، نص عليه فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة، وذلك لأن صلاة الخسوف آكد من الوتر كما نقله البهوتي في شرح منتهى الإرادات والروحيبان في مطالب أولي النهى. وإذا اجتمع الخسوف أو الكسوف مع التراويح، اختلف العلماء فيما إذا اجتمع خسوف، طبعا التراويح في المساء خسوف، يعني قلنا إذا قلنا الكسوف معنا للقمر أو الخسوف القمر كما مر معنا في أول كلامنا هذا، فإذا اجتمع خسوف مع تراويح فيها قولان: إذا اجتمع الخسوف مع التراويح يقدم الخسوف وإن خيف فوت التراويح، وهذا مذهب الشافعي، لأن الكسوف أو الخسوف آكد كما في نهاية المحتاج للراملي. والقول الثاني: إذا اجتمع الخسوف مع صلاة التراويح وتعذر فعلهما تقدم التراويح على الخسوف، هذا مذهب الحنابلة، وذلك أنها تختص برمضان وتفوت بفواته، انتهى من كشاف القناع للإمام
للإمام البهوتي. وإنما يفعله كثير من الناس أنهم ينشغلون بالتصوير إلى غير ذلك، فليس الغاية من حدوث هذه الآيات فعل هذا، إنما الغاية منها التخويف، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، والغاية منها أن يعتير الناس وأن يريضوا إلى الله تبارك وتعالى ويلهجوا إليه بالدعاء، وأن يعلنوا التوبة لله تبارك وتعالى فيما زلف منهم وفيما سلف من الأعمال. فإن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يجر رداءه خائفا أن تكون هي القيامة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ورأى في مقامه كل شيء، رأى في مقام عمرو بن لحي يجر قصبه في نار جهنم لأنه هو المبدل ملة إبراهيم، ورأى ذلك الرجل بمحجنه الذي كان يسرق الحجاج، ورأى المرأة التي تعذب في النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، وتقدم فقال رأيت قطفا من الجنة ولو أخذت منه لأكلت منه وبقيت الدنيا، وتكعك على أنه من رأى من لفح النار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهي آيات عظيمات أيها الكرام الفضلاء. ثم خطب الناس وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لوقت أحد ولا لحياتي، فإذا رأيتم ذلك فادعوا وكبروا وصلوا وتصدقوا. اللهم احفظنا بحفظك وادفع عنا الاذى والبلاء برك، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين، تب علينا توبه نصوحا. اللهم وفق ولاة امرنا كل خير وعنا كل بر، واجعل البلاد امنا امانا، سخر خير وشائر بلادي والمسلمين، ارحم ابي واخي وعمي وجميع المسلمين، وعلى طاعتك احفظ ولادي ترزقني برها يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. اللهم سألناك فأعطينا، وما لم نسألك فابتدينا، وقصر على أمرنا فلا تحرمنا، تم تحريره صوتيا في ليلة الثلاثاء لليلة بقيت من ربيع الأول عام 44 و400 ألف من هجرة العدنان عليه الصلاة والسلام.